السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش نحضر معاكم كيك رخامي، تحضيره ساهل ويجي بنين على الأخر، إن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. نشوفوا مع بعض مكونات الكيك الرخامي. عندنا 160 غرام فرينة، 150 غرام سكر، عندي 100 غرام شوكولاتة سودا، عندي 140 غرام زبدة ذايبة، عندي باكو فانيليا 7.5 غرام، وعندي باكو خميرة 8 غرام خميرة حلويات، عندي بشر نصف ليمونة، عندي رشة صغيرة ملح، لكان الزبدة مش مالحة تعملي رشة صغيرة ملح، لكان الزبدة مالحة ولا شطار ملح ما تعمليش الملح. عندي 4 بيضات، نتعدوا تو مرحلة التحضير. فصلت أبيض البيض على الأصفر ونزيدوا شوية الملح أبيض البيض على خاطر ناس الزبدة متاعي مش مالح. نطلع تو أبيض البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت ابيض البيض، توا نخلوه جانبا ونتعدوا المرحله الاخرى. توا جبت معون كبير وحطيت فيه اصفر البيض، نزيد عليه السكر، بسم الله، نزيد عليه الفانيليا ونخلط مليح لين تولي قوامه كل كريم. خلطت مليح، نزيد قيمه الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزيدو قشر الليمون ونعاود نخلط مليح. كملت حركت المكونات مليح، توا عندي الفارينة نغربلها، بسم الله الرحمن الرحيم، هي وباكو الخميرة ما ننسوش. نعاود نخلط بشوي، خلطت المكونات كاملة، توا عندي أبيض البيض، نزيد مغرفة كبيرة لهنا، بسم الله الرحمن الرحيم، باش نحاول نرطب بها الخليط، يعني نطري بها الخليط، وبعداكش نزيدو بشوي بشوي البيض، نحافظو على الفوليم تاع أبيض البيض. المغرفة الأولى ديما ميسالش، حاولي طري بها المكونات باش تحصلي على عجينة طرية شوي. خلطت ابيض البيض وساعدته باش ما يطيحش. توا نشوفوا العجينه هاكم تشوفوا فيها، نقسموها على ثلاثه، والثلث نتاعها نحطوه في المعون اللي كان فيه ابيض البيض. ذوبت 100 غرام شوكولاته في المعون اللي دفيت فيه الزبده اللي ذوبت فيها باش تبقى لنا نفس المواعين وما نستهلكوش اكثر من معون في المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نصبوا توا الشوكولاته على الثلث القيمه نتاع العجينه البيضاء، نخلطوا المكونات مليح، بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت المكونات الزوز، الشوكولاته خلطتها مليح والعجين الابيض حاضر. جبت المول اللي باش نحط فيه الكيك، دهنته بشويه زيت وعملت فيه شويه فرينه من فوق. توا نحط نصف القيمه نتاع العجين الابيض، بسم الله الرحمن الرحيم. حركوها شوي كيف هكا قبل ما نحطوها، ونهزو بشوي ونحطو فوق العجينة البيض. العجينة فيها الشوكولاتة زدت عملتها فوق العجينة البيضة كيما تشوفوا القيمة كاملة. توا بقتلي اشطر العجينة البيضة، نلمها مليح ونزيد نعاود ونحطها فوق الشوكولاتة.
تحركت الخليط شويه. تو نجيبوا فرشيطه ونحطه كيف هك، نحاولوا ندخلوا يدينا كيف هكا، ونزيدوا نعاود نحطوا كيف هكا الفرشيطه مره اخرى. عملتها باش يعني العجينه البيضة تدخل في العجينه السوداء وتشكل لنا شكل الداخل، القطو نتاعنا يجينا ماربري ولا يجينا كيك رخامي من داخل. تو نهزوا للفرن، انا حليته في اللحظه هذه على درجه حراره 180، نحطوها قدر 35 دقيقه هي تطيب، اما بعد 30 دقيقه تنجمي تحلي تشوفها. الكيك نتاعنا حضر راكم تشوفوا فيه. تو نعملوا له تيست للبنايات المبتدئات، ديما يعملوا كوردون في اعلى بلاصه تبدا في القطو وتعمل كوردون لوح كيف هكا. كان هو خرج شايح راهو القطو طايب، كان خرج فيه شويه من العجين نتاع الكيك يلزم ترجعيه شويه على الاقل 5 دقائق، اما نحنا هاو طلع شايح. وهاكم تشوفوا في الوجه نتاعو، سامحوني راهو سخون، هزيته بالصحن من تحت. تو نخليه يبرد شويه ونحطه في صحن التقديم ونحلو ونشوفوا الوسط نتاعو ان شاء الله. الكيك نتاعنا حضر، قصيته وحطيته في صحن التقديم. هذا الوجه نتاعو، هاوني الشوكولاته باينه من وسط ومن تحت مشو محروق هاكم تشوفوا. ديما ثبتوا في القطو نتاعكم، ما تخلوش القطو نتاعكم يتحرق. المذاق نتاعو جا مذاق رائع، على خاطر عملنا فيه الزبده والفانيليا وقشر الليمون، الثلاثه كي يتخلطوا يعطوا نكهه هايله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب، دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.